قبل انطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الحالية. انتظرت الجماهير الرياضية الظهور الأول للفرق الصاعدة من دور الدرجة الأولى، وصاحب ذلك الترقب تكهنات عدة حول المستويات والنتائج التي ستصاحب مشوار الأندية الثلاثة. اليوم ومع إسدال الستار على 6 جولات، يبرز فريق الفيحاء كأفضل الصاعدين حتى الآن بما حققه من نتائج ومستويات ضمنت له احتلال مركز متقدم في جدول الترتيب. الفيحاء نجح خلال 5 مباريات التي خاضها من الانتصار في 3 مواجهات، فيما تعادل في لقاء وخسر مثله، ويتبقى له مواجهة مؤجلة أمام الهلال. برتقالي المجمع بدأ مسيرته في الدوري بانتصار مهم على الاتحاد قبل أن يتعادل مع الفتح، ليعود للانتصار في 3 الجولات عبر شباك الطائي قبل أن يخسر نزال الديربي من الفيصلي، ليتبعه بفوز كبير على الأهلي ب2، ويصبح في 5 المراكز في جدول الترتيب بجمعه ل10 نقاط. ثاني الفرق الصاعدة الحزم، لم يكن حضوره بمستوى تطلعات جماهيره، فالفريق لم يتمكن من تحقيق العلامة الكاملة طوال 4 جولات الأولى بعد تعادله مع التعاون والأهلي توالياً، وخسارته من الرائد ثم الشباب قبل أن يحقق 2 متتاليين على أبها في الجولة 5 والفتح في الجولة 6، حاصداً بذلك 8 نقاط ومحتلاً بها المرتبة 8. ثالث الصاعدين في هذا الموسم الطائي، شكل ظهوره علامة استفهام كبيرة في المدرج الحتماوي، فأبناء حائل عجزوا عن حصد أي نقطة خلال 3 مباريات الأولى بخسارته من الهلال ثم ضمك والفيحاء قبل أن يجني أولى نقاطه بتعادل مع الباطن في الجولة 5، لينتصر بعدها على الاتفاق 4 أهداف ل2 وتضمن له النقاط 3 مغادرة قاع الترتيب، ليصبح في المركز 14 ب4 نقاط، ويتبقى له لقاء مؤجل أمام النصر.